ربما لأنها مقابلة الوداع أو آخر ما يقوله صالح في حياته. حظيت المقابلة الأخيرة التي أجرتها مع المخلوع قناة الميادين الإيرانية بالكثير من ردود الأفعال والأقوال. فقبل أن يغادر صالح شاشة الميادين، كان السير من الردود الساخرة حيناً والمشفقة أحياناً يتدفق على شبكات الإعلام والتواصل الاجتماعي، فيما دخل خطاب المخلوع مشرحة الطب النفسي قبل استوديوهات التحليل السياسي. فبالإضافة إلى الحالة النفسية المزرية التي بدا عليها المخلوع بوجه شاحب وصوت مرتعش وعصبية مفرطة، جاءت ردود صالح على أسئلة المقابلة لتعري الجبل الذي ولد فأرا وقد صيرته عاصفة الحزم دكا دكا. صحيفة الوطن السعودية كشفت جانبا من تناقضات الرجل التي لا تعد ولا تحصى في مدة مقابلة لا تزيد عن ساعة ونصف. ومن بين هذه التناقضات المثيرة، وصف المخلوع في معرض إجاباته للمملكة العربية السعودية بالأشقاء وبالدولة المعادية في المقابلة نفسها. صالح قال إنه لا يدير الحرب قبل أن يقول إنه مستعد لإيقافها الآن، وقال إنه لم يتحالف مع الحوثيين قبل أن يقول أنه يتحدث باسمه واسم أنصار الله. وفي الوقت الذي أعرب فيه عن التزامه بالقرار 22/16 أكد استمراريته في القتال. اعتبر المخلوع تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن بغير الشرعي وتدخل روسيا الأجنبية في سوريا العربية بالشرعي والمشروع. أكد صالح في ختام المقابلة عدم السماح لهادي بالعودة إلى صنعاء، وبعد 4 دقائق فقط عاد ليسمح لهادي بالعودة ومعه القرار 22/16. مقابلة امتلأت بالتناقضات، ويكفي أن تشاهدها مرة واحدة لتمتلئ أعماقك بالضحك.